دكتور محمد، ممكن تكلمنا عن انحراف الحاجز الأنفي؟ انحراف الحاجز الأنفي من المشاكل المشهورة قوي اللي موجودة في عالم الأنف وجراحات الأنف. الطبيعي أن أنا لو كشفت على 100 واحد مصري مثلاً أو 100 واحد في العالم، هيطلع about 70% عندهم انحراف حاجز أنفي. بس مش كل عيان لازم أعمل له عملية، لأن الناس بتفتكر أن أي حاجز أنفي لازم نعمل له عملية استعداد حاجز أنفي، والكلام ده غلط. لازم يبقى في بعض الأعراض عند العيان اللي تخليني أقبل أن أنا أجري له الجراحة دي أو أعمل له استعداد لحاجز أنفي. من أنهم في انسداد في الأنف، مش عارف يتنفس من مناخيره، أن هو فاتح بقه طول النهار وطول الليل، أن الصداع من الأعراض المشهورة، أن هو مش عارف تاني يوم، يعني لما يجي ينام بيبقى واخد نص المنفعة بتاعت نومه، يجي تاني يوم مش مركز، مش عارف ينجز في شغله، مش عارف يتعامل مع الناس كويس. في ناس كتير بتضحك عليها، تروح تكشف يقول لك انت عندك حاجز انفي محتاج عمليه. الكلام ده غلط. لو الحاجز الانفي مش عامل اي اعراض، ممكن يبقى باين في الاشعه اللي انا عاملها كبير وقافل الدنيا. تيجي تسال عيني يقول لك لا انا بتنفس كويس، لا انا اموري كويس، ده مش هيحتاج اي تدخل. انما لو عنده اعراض اللي هي كتمه في الانف وصداع مستمر وتعب، لا ده اللي انا اقبل عليه واعمله. ودلوقتي في طرق كتير ان انا استعدل بيها الحاجز الانفي. برضو الجراحه العاديه بقت اقل شويه دلوقتي، استعداد الحاجز الانفي بالمنظار طبعا بيبقى الالم اقل، بيبقى العيان ما بيقعدش في المستشفى، بيخرج في نفس اليوم، تبقى النزيف اقل. بعد يومين العيان بيرجع يمارس الحياه الطبيعيه بتاعته عادي من غير اي مشكله. شكرا جدا لحضرتك. شكرا.